هنا استوديو البرلمان من داخل مجلس الشورى، نحن نتواصل معكم على الهواء مباشرة لننقل لكم لحظة بلحظة نبض البرلمان وبالأحرى الغرفة الثانية من البرلمان. في ضيافتنا وضيافتكم على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والذي تم انتخابه بالأمس رئيسا للمجلس، مرحبا بك دكتور أحمد فهمي. يعني مجلس الشورى هذه الأيام في اختبار شديد الوطأة، هناك من يطالبون بإلغائه، هناك يعني من يشككون في شرعية انتخابه لأن الناخبين لم يكونوا بنفس القدر الذي توجه لانتخاب مجلس الشعب. إذن أنتم في امتحان صعب، إما أن تنجحوا فيه وتقولون للناس هذا مجلس ضروري وحيوي للحياة السياسية والبرلمانية في مصر، وإما فلنوفر هذه الأموال الطائلة في بند آخر من ميزانية الدولة التي تحتاج إلى كل جنيه من الجنيهات. فضل. هو الرد على الشق الأول من سؤال حضرتك أن يعني أهمية مجلس الشورى، مجلس الشورى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وجميع مؤسسات الدولة كما تعلم يعني حضرتك كانت مهمشة في العهد البائد بما فيها مجلس الشعب، كانت يعني مجرد كان مجلس للتصفيق والموافقة الأوتوماتيكية ديكور. نعم. وأيضا كان مجلس الشورى يعني منشئ لهدف سياسي بعد سنة 80 أما يعني الرئيس السادات أعاده، كان الغرض منه سياسي أنه هو بيسيطر على إنشاء الأحزاب وبيسيطر على مجالس إدارات الصحف وإن رئيس المجلس ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الاتحاد الاشتراكي. فإذا يعني كل يعني مؤسسات الدولة في اختبار صعب كما قلت حضرتك، ليه؟ لأن كل المؤسسات كانت مهمشة. الآن في عهد الحرية وفي عهد النور كل يعني ستتفتح الآفاق، وقعدك إن شاء الله أن عندنا يعني مشروعات طيبة وأفاق وخبرات رائعة، وإن شاء الله هتسعد معنا بمتابعتها وملاحظتها. طب سيادة الرئيس، يعني أرجو أن أفتش في أجندتك، يعني وأنت في ثاني يوم فقط من العمل داخل مجلس الشورى، ماذا يمكن أن نقرأ في أجندة رئيس مجلس الشورى؟ بالنسبة يمكن الحاجة السريعة اللي احنا بصدد يعني مناقشتها والاهتمام بيها هو علاقات دول حوض النيل، ويعني ما يسري في هذه المنطقة وتأثيره على يعني مستقبلنا استراتيجيا. فنحن بصدد إنشاء لجنة خاصة لعلاقات دول حوض النيل، وخاصة يعني هذه الدول التي ينبع منها النهر وتتحكم في مصب النهر بالنسبة لنا. ده موضوع استراتيجي. موضوع الثاني أيضا موضوع الأمن والاقتصاد، سوف يعني من حق المجلس كما تعلم أنه هو يعني يناقش ما يريد من موضوعات ويضع الحلول والخطط لكي تكون يعني جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله. في شق تاني من السؤال يعني حضرتك اللي هو شق الانتخابات. نعم. وحضرتك بتقول ان الاقبال كان ضعيف. ليس انا الذي اقول، ولكن تقارير تقارير الاقبال كان في المرحلة الاولى كما تعلم حضرتك كان 15%. فانا عايز حضرتك تحسب ال 15% من 50 مليون يبقوا كام؟ ها؟ يبقوا 7.5 مليون. نعم. حضر انتخابات رئاسة الجمهورية اللي انتخبت فيها الرئيس المخلوع حضر 3 مليون. فالناس بالطبيعة ما كانتش بتحضر الانتخابات، كان عدد الناخبين 15 مليون، وكان ما بيحضر 15% منهم أو 20% منهم بنقول عملنا انتخابات. طب كيف تحل هذه المشكلة؟ يعني أنا بعتبر أن الإقبال جيد، ما بعتبروش ضعيف. نعم. دي نقطة. النقطة الثانية طبعا أنتوا كإعلاميين ضغطين على مجلس الشورى، ليس التلفزيون المصري، نحن نجمع ولا نفرق كلها. هناك يركزون يعني على ما يفرق الناس، إنما التلفزيون المصري لا. مصرة على أن هذا المجلس يعني ملوش دور وملوش رأي، رغم لو رجعت حضرتك للتاريخ ترى أن يعني مجلس شيوخ كان هي الغرفة العليا للبرلمان،
وكان هناك اشتراطات يعني مهمة جدا للترشيح، منها أن يكون دخله في سنة 23 1500 جنيه. يعني شوف 1500 جنيه في الشهر ولا في السنة؟ يعني في الشهر أو في السنة احسبها، بتجيب يعني في سنة 23 كانت تشتري نص بلد، أو يكون أستاذ جامعي، أو يكون من كبار دافع الضرائب، أو يكون عضو سابق في البرلمان في مجلس. هو كان يوازي وقتها مجلس اللوردات في بريطانيا مثلاً. وإن شاء الله يعني يفعل دوره. وإحنا عندنا الحقيقة بعد ما تقابلت مع كثير من النواب خبرات هائلة جدا، ولديهم أفكار يعني طيبة إن شاء الله. هل حضرتك ما زلت توافق على الرأي الذي يؤيد أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس، أم أنه ينبغي أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب حتى يكتسب المجلس شرعية شعبية كاملة؟ هو النقطة اللي بتسيرها حضرتك دي لها شقين. أنا مع التعيين بشرط، يعني هو ده اللي بيفرق مجلس الشعب عن مجلس الشورى، ان لازم يكون هنا تعيين لسبب، ان حضرتك ان قد يكون عندك نقص في خبرات معينة او نقص في جوانب معينة تستوفيه بالتعيين، بشرط ان احنا نضع المعايير للتعيين. يعني ما يكونش تلت المجلس، يعني مثلا 10 اعضاء زي مجلس هو يعني لا، ممكن العدد يزيد شوية لكن بضوابط ومعايير. بمعنى ان احنا نبعت للجامعات، الجامعات عايزين منها مثلا عضو خبرات ترشح لنا 3 مثلا، نختار منهم واحد ويعينه رئيس الجمهورية، مثلا مراكز البحوث، مثلا نقابات. فما يكونش التعيين عشوائي، ولكن يكون التعيين على اسس ولسد ثغرات معينة في المجلس. يعني هل هناك عيب في النظام الانتخابي؟ بمعنى يعني عملية أن يسأم الناخبون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتلك سمعناها في وسائل الإعلام وفي الصحافة كثيرا أثناء انتخابات مجلس الشورى. يعني ألا يمكن كما يحدث في العديد من الدول أن يفعل نظام انتخاب المجلسين في نفس التوقيت؟ يعني ورقة للشعب وورقة للشورى، بحيث نستغل التحمس للذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخاب المجلسين؟ أنا مع حضرتك في الاقتراح اللي حضرتك بتقوله، وإحنا يعني لدينا بعض الاقتراحات تشابه هذا يعني. وهو السبب، أنت عارف حضرتك كان في بعض الناس يحبوا يطولوا الفترة الانتقالية يعني، فلذلك عملوها على مراحل، والمرحلة على يومين، ويعيدوا الانتخابات مرة واثنين حتى تسأم الناس. لكن الاقتراح ان هم ينتخبوا في يوم واحد ده اقتراح جيد، بشرط لا. ان يقل عدد المرشحين، يعني بمعنى تتحط ضوابط للترشيح. لان بيحصل ده مجلس شورى او مجلس شعب، وبتلاقي فيه ناس كتير بتترشح لمجرد الترشيح، يروح يدفع التأمين الالف جنيه ويترشح، ويعني شاغل مكانه، ممكن ما ياخدش اصوات ولاده. وكان عندنا مثل، يعني كان واحد مترشح معنا في الشورى، فمراته قالت له قول لي الدكتور احمد رمزي ايه عشان اروح انتخبه، يعني عشان يعني سيادة رئيس مجلس الشورى، يعني المعركة القادمة لمجلس الشورى هي معركة اثبات الذات، وهي ستأتي حتما يوم السبت في اللجنة التأسيسية التي ستشكلونها مع مجلس الشعب لكتابة الدستور الجديد. كيف تنظر إلى هذه المهمة التاريخية والتي تبدو صعبة وليست سهلة بأي حال من الأحوال؟ هو إن شاء الله هيكون يعني دي جلسة أولى للمجلسين، هيكون أمام المجلسين مجموعة من الاقتراحات لمواصفات عضو لجنة الماء، وبناء عليه ستشكل لجنة من المجلسين لدراسة هذه الاقتراحات والخروج بتصور واحد متوافق عليه. هذا التصور سوف يعقد المجلسين جلسة أخرى بحيث أنها توافق على المعايير وتنطلق يعني هل سيادتك تتوقع أن تمر هذه المسألة بسلاسة؟
ولا هنتخانق ونعمل مشاكل كتير؟ لا انا اتوقع انها تمر، بيحصل على كل حاجه دلوقتي. لا انا اتوقع انها تمر بسلاسه لسبب، يعني زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه عده اقتراحات، وهنسمح لمن عنده اقتراح انه يضيفه للجنه. يعني لو يعني لن أي واحد عنده اقتراح واستئثار، لا هذا الكلام، وهناك من يحرصون على وضع دستور أنا مصر عايز أقول لحضرتك تبعا للأغلبية البرلمانية، يعني كيف يكون إقصاء؟ وكما تابعت حضرتك عندنا في مجلس الشورى احنا بنتحايل على بعض الأحزاب ان يكون لها ممثلين في، ويمكن أخرنا اللجان لغاية النهاردة ولسه مأخرين افتتاح الجلسة، يعني ندفع ببعض الأحزاب إنها لازم تشارك في اللجنة العامة واللجان النوعية للمجلس في هيئات مكاتبها، يعني ونحن لا نريد أن نستأثر بشيء، ولكن يعني من عنده المواصفات والكفاءة فليتقدم وربنا يعينه يعني إن شاء الله. أهم ما ينبغي، لكن اللجنة أطمن حضرتك إن إن شاء الله لن يكون هناك لا توافق ولا استئثار، ولكن ستشكل يعني لجنة من المجلسين لوضع المعايير والضوابط التي بها يختار المئة عضو بعد إقرارها من جلسة مشتركة أيضا من المجلسين. ستكون هناك عدة جلسات وليست جلسة واحدة للانتخاب فورا. يعني سيادة الرئيس، يعني كيف تنظر إلى دستور مصر الجديد؟ كم من الوقت في رأيك يعني يكفي لكتابة هذا الدستور؟ ما هي البنود أو المواد التي يمكن أن يختلف عليها بشدة، وما هي البنود التي يمكن أن تكون توافقية من وجهة نظرك؟ هو من وجهة نظري أن هناك يعني أربع أبواب في الدستور لا خلاف عليها، يعني اللي هي يعني بالنسبة لحقوق الإنسان، وبالنسبة لتعريف الدولة، وبالنسبة لكذا، لكن هو الاختلاف سوف يكون على نظام الحكم، هل هو رئاسي، هل هو برلماني، هل هو مختلط، ربما تأخذ هذه. حضرتك تفضلوا إيه كرئيس المؤسسة التشريعية الثانية في مصر؟ أنا أفضل النظام المختلط في هذه المرحلة. نعم. يعني تقلل صلاحيات الرئيس. هل يكون رئيسا شرفيا يقف لا في سلام الجمهوري؟ لا، ده اللي أنا بقول لحضرتك عليه، حرس الشرف ده هو ده في النظام البرلماني. نعم. لكن نظام اللي هو مختلط يكون لرئيس الجمهورية يعني بعض الصلاحيات، ويكون للمجالس الدفاع والخارجية والأمن القومي ويكون للمجالس التشريعية يعني أيضا صلاحيات في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها. يعني هناك من يقول سيادة الرئيس أنه لم يكن العيب في النظام الرئاسي، فلم يكن لدينا نظام رئاسي، كان نظاما ديكتاتوريا. أمريكا فيها نظام رئاسي ولا ديكتاتوري، كان نظام يعني هميوني، لا نظام. نعم. إنسان واحد وكل ما دونه صفر. نعم. الأستاذ الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بنتمنى لحضرتك ولمجلس الشورى وأعضائه الكرام كل التوفيق في خدمة هذا البلد الكريم وشعبه العظيم، وسعدنا بلقائك ونلقاك دائما على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. ألف مبروك عمر، إن شاء الله يعني لنا لقاءات إن شاء الله، نسعد لحضرتك إن شاء الله، كله يكون في سبيل نهضة مصر. عايز تقول أي حاجة أخيرة ربما يعني لم يتح المجال لذكرها في الحديث؟ اللي عايز أقوله إن إحنا يعني مش مجرد إثبات ذات لمجلس الشورى، أو ولكن يعني حرص على نهضة الأمة وتقدمها، وهو ده يعني سبيلنا إن شاء الله. وإن شاء الله الجميع يعني داخل على العمل بهذه النية وهذه الروح، وإن شاء الله آمل إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لحب لخدمة هذا البلد العظيم. شكرا لك سيد الأستاذ الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، تمنيتنا بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا عمرو، شكرا لفريق الإعداد. شكرا لفضل، شكرا لحضرتك. سلام عليكم.